الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا اليوم إن شاء الله حنتحدث عن بقية شابتر 2. وصلنا إلى الفقرة 2.9 اللي بتتكلم عن الدنستي. الدنستي هي علاقة ما بين الماس والفوليوم. إذن بنقول density is the ratio of the mass of an object to volume occupied by that object. لو احنا جبنا حجم محدد من مادة ولكن كان هذا الحجم يزيد او يقل عن نفس الحجم للمادة الاخرى عن حجم المادة الاخرى، التساوي بين كتلتي المادة بكثافتين مختلفتين بيشغلوا حجمين مختلفين، يعني لو جبنا مادتين متساويتين في الحجم لكن الكثافة بتاعتهم مختلفة عن بعضها البعض، بنلاحظ انه كل واحدة بتختلف عن الثانية في الحجم اللي بتشغله. الدنستي عادة تتميز برقم، تتميز بماس يونت أي وحدة للكتلة، وكذلك ماس فوليوم وحدة للحجم. إذا بنقول a correct density expression includes a number, a mass unit and a mass أو and a volume unit. In general بشكل عام، إنه إحنا بنتحدث عن وحدات الدنستي. لما أنا أقول الدنستي هي عبارة عن جرام بير كيوبيك سنتيمتر، إذن هنا أنا حددتها هذا الماس يونت وهذا الفوليوم يونت. لما أقول الدنستي تتميز جرام بير كوبيك سنتيمتر بشكل عام، هذا معناه أنه أنا بقيس في المواد الصلبة solids للدنستي. إذا تكلمت وقلت أنه الوحدات هي عبارة عن جرام بير ملي ليتر، وكأنه أنا بأقصد أنه أتكلم عن الليكويدز، لو قلت أنه الدنستي تتميز بجرام بير لتر، أنا في هذه الحالة بتكلم عن الجازز. لكن هذا بيكون بشكل عام، إذن النقطة الثانية بنقول أنه أنا ممكن أميز الدنستي بثلاثة حالات من الوحدات. الحالة الأولى لما أتحدث عن المواد الصلبة بقيسها لجرام لكل سنتيمتر مكعب، جرام لكل كيوبيك سنتيمتر. لما أتكلم عن السوائل بأميزها جرام لكل مليتر. لما أتكلم عن الغازات حميزها بجرام لكل لتر، لكن هذا الكلام جنرال، يعني كلام عام. لأنه أنا ممكن يعني المواد السائلة هذه أعبر عنها جرام لكل سنتيمتر مكعب، إذن ما صارش مشكلة. إذن ممكن أنت تعبر بالطريقتين، لكن بشكل عام هذا اللي احنا حنلتزم به. لكن لو أنت قلت والله أنا بدي أقول عن الليكويدز بدي أقيسه بجرام لكل سنتيمتر مكعب، نقول لك مفيش عندنا مشكلة. ايضا لازم تلاحظ انه الدنستي الها علاقة بتغير درجات الحرارة، اذا must be specified with density values because substances expand، لانه المادة ممكن يحصل لها تمدد او يحصل لها انكماش، ولذلك احنا لما بناخد مقياس للدنستي بنقيس الدنستي
معناه بنعمل حساب للتشينجز ان تمبريتشر. وكذلك لما ناخذ الدنسيتي بالنسبه للغازات بناخذ اعتبار للبرشر، بناخذ اعتبار للبرشر للغازز. اذا دائما لازم انت تاخذ بالاعتبار انه لما احنا بنقيس الدنسيتي بنقيسها عند درجات حراره محدده، لانها تتغير بتغير درجات الحراره بسبب انه هذه المواد ممكن ان تتمدد او تنكمش بالحراره. وكذلك عند اخذنا للدنسيتي للغازز ناخذ بالاعتبار اللي هو ضغط الغاز عند هذه الدرجة. الآن بالنسبة للدنسي للمواد عندنا ثلاث حالات، إما أن المادة بتكون floats on a liquid surface، إما المادة تطفو فوق سطح السائل، أو أن المادة sink to the bottom، ممكن يحصل لها sinks the bottom انها يحصل لها انها تنزل في القاع للسائل، او ممكن يحصل لها remains at some intermediate position in which it has been placed in the liquid. وهذا كله بيعتمد على قديش الدنسيتي بالنسبة للمادة مع الليكويد، قديش الدنسيتي تاعتها. اذا كانت الدنسيتي تاعت المادة اقل من الدنسيتي تاعت السائل بنلاقيها بيحصل لها فلوتينج، اي انها بتعوم فوق. اذا كانت الدنسيتي تاعت المادة اكثر من الدنسيتي للسائل معناها بيصير لها sinks، أي بتغوص إلى القاع، بتغوص إلى القاع. إذا كان الدنسيتي تقريبا متساوية بين المادة والسائل اللي هي فيه بنلاقي إنه بيحصل لها اللي هو يعني حالة ما بين الطفو وما بين الترسيب، يعني ما بين الغرقان وما بين الطفو. الآن في عندي الجدول هذا بيبين لك densities of selected substances، يعني جبنا بعض المواد وعملنا لها قسنا لها الكثافة. لاحظ طبعا انه الجدول موجود، انا لما نتكلم عن السوليدز عند 25 درجة مئوية لانه بتأثر بدرجات الحرارة، الليكويدز برضو تأثر عند 25 درجة مئوية لانه بتأثر برضو بدرجات الحرارة. واحد يقول طب هو عند 25 يعني هذا ثابت؟ لا، ممكن ناخدها عند 30، لكن احنا بنقول لك القيم هذا اللي احنا اخذناها اليوم هي عند 25 درجة مئوية. ايضا الجازز، لاحظ انه احنا اخذنا الجازز عند درجة 25 درجة مئوية وعند التمبريتشر اللي هي 1 اتموسفير. لو هذه كل المواد اللي في الجدول اللي انت شايفها هنا في الفقرة الاولى كلها عبارة عن مواد صلبة solid substances، عشان هيك قسناها جرام بير كيوبيك سنتيمتر، كلها بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر. الجدول الثاني او الجزء الثاني من الجدول كل هذه مواد سائلة، لذلك احنا اخذناها جرام لكل ملي لتر، جرام لكل ملي لتر. في الجزء الثالث من الجدول نتكلم عن الغازز، هذه الغازات ايضا بناخد الوحدات تاعتها جرام بير لتر، كلها جرام بير لتر. خلينا الآن نتكلم عن example 2.8. هذا الexample بيقول student determines that the mass of a 20.0 milliliter sample of olive oil is 18.4 gram. What is the density of the olive oil in grams per milliliter؟ يعني السؤال بيقول إنه في أحد الطلاب
حسب الكتلة لزيت الزيتون اللي كان حجمه بيساوي 20 مللي لتر، فوجد انه كتلته بيساوي 18.4 جرام. السؤال بيقول احسب الكثافة تاعت زيت الزيتون بالجرام، احسب الكثافة زيت الزيتون بالجرام بير مللتر، بالجرام بير مللتر، لانه بتكلم انا عن سائل اي زيت زيتون، وبالتالي انا قال لي احسبها جرام بير مللتر. طبعا هذا سؤال مباشر جدا، لكن المهم في هذا السؤال انه احنا نعرف كيف نستخدم القانون وكيف نطبق القانون وكيف نستخدم الوحدات، وكذلك كيف انه احنا نطلع اجابة صحيحة وفقا للسيجنيفيكانت فيجرز. اذا هذا السؤال جمع ما بين موضوعنا اليوم وما بين المواضيع القبل اللي هي احنا كنا نتحدث عن السيجنيفيكانت فيجرز. الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم، الماس طبعا 18.4 جرام مهم، over 20.0 مللتر، الإجابة هتكون 0.92 جرام بير مللتر. هذا الكالكوليتر أنسر، يعني هذا الإجابة اللي طلعت في الآلة الحاسبة في الكالكوليتر. لكن يا ترى إنه أنا كم عندي significant figures؟ أنا عندي هنا 3 significant figures، عندي هنا 3 significant figures، لكن هنا الإجابة طلعت عندي 2 significant figures، عشان هيك لازم أنا أخلي هذه الإجابة عندي 3 significant figures، فأنا اللي بدي أضيف 0 هنا، إذن حيصير الإجابة 0.920 جرام بير مللتر، وهذه هي الكوريكت أنسر، هذه هي الكوريكت أنسر، وخد بالك من الموضوع جيدا. الآن بدي أتكلم عن الدنسيتي as conversion factor. هي نفس الدنسيتي نفسها، هي مكونة من حدين، عشان هيك هي نفسها conversion factor، لأنه هي عبارة عن جرام بير مليليتر، أو أقول مليليتر بير جرام. فأنا تكلمت عن الدنسيتي، دنسيتي لأي مادة حتكون هي علاقة ما بين الماس والحجم، عبارة عن كتلة ما بين الكتلة وما بين الحجم الفوليوم. إذن for the density of 1.03 جرام بير مليليتر، ما هي هذه تعني ماذا؟ هذه تعني جرام على مليليتر، إذن هذه conversion factor في حد هذا. إذن بقول إنه 1.03 جرام بير 1 مليليتر or 1 مليليتر over 1.03 جرام، إذن هذا بحد ذاته هو conversion factor، وهذا أيضا بحد ذاته هو conversion factor، وأنا جبته من هذه العلاقة الموجودة. إذن هو نفسه density as a conversion factor، هو نفس density عبارة عن اللي هي عامل تحويل، عبارة عن عامل تحويل. نأخذ مثال على هذا الأمر، example 2.9 blood plasma has a density 1.027 gram per milliliter at 25 degree centigrade. أنا طبعا أخذت عند درجة حرارة معينة، لكن هذا مش هتدخل في الحسابات عندي، لكن أنا بيّنت أنه ليش، لأنه density بتتأثر بدرجة الحرارة، عشان هيك احنا بينا لك انه احنا اخذنا هذه القراءة عند درجة حرارة محددة هي 25 درجة مئوية. What volume in milliliters؟ اذا هو عايز تحسب للفوليوم بالمليليتر، حيث ان 125 جرام of plasma occupy، of plasma occupy، يعني اللي احنا السؤال بيقول انه الدنسي تاعت بلازما الدم هي عبارة عن 1.027 جرام بير مليليتر عند 25 ديجري سنتيجريد، احسب الفوليوم ان مليجرامز لو كانت الكتلة بتاعت البلازما 125 جرام. اذا هو الان اعطاك الكتلة، اعطانا الكتلة
بده قديش بتشغل من الحجم بالملي ليتر. طبعا مدام هو أعطاني الكتلة وبده قديش الحجم، أنا بدي أستخدم الكونفيرشن فاكتور. الكونفيرشن فاكتور له حالتين، إما أن يكون إجرام بير ملي ليتر أو يكون ملي ليتر بير إجرام. طبعا الحالتين هذول الصورتين من صور الكونفيرشن فاكتورز أنا بدي أحدد أي علاقة حاخدها من خلال المطلوب. المطلوب عندي مليليتر، إذا لازم يكون عندي مليليتر هو في البسط. طب مين هنا المليليتر في البسط في الاثنين؟ هذا طبعا هذا حيكون هو زي ما انت شايف مليليتر، إذا هذا حاخده أنا ككونفيرجن فاكتور. إذا أقول 125 جرام times 1 مليليتر over 1.027 جرام equal كذا مليليتر. عاد على الكالكوليتر طبعا انا الان حاجة اختصر جرام مع جرام، حيضل عندي بس ملي ليتر. اذا الان بعد عملية الحسابية حيطلع عندي على الكالكوليتر، الكالكوليتر انصر الاجابة الطويلة اللي انت شايفها من الارقام. لكن مش معقول انا حاخد جميع هذه الارقام، لكن مين اللي حيحدد هذه الارقام؟ انا في عندي هنا قديش significant figures، عندي هنا 4 وعندي هنا 3. اذا 3 هي اللي انا حتعامل معها وفقا للقواعد بتاعت المالتبلايد والديفيجن في سيجنيفيكانت فيجرز. اذا حقول اخذ قديش؟ اخذ ثلاث ارقام من هنا، اذا اخذ الرقم الاول والثاني والثالث فقط، واجل الرقم الرابع الاقي 7، اذا يقرب الى 1، اذا حيكون عندي الاجابه 122 مليليتر. وهذا هو عباره عن الكوريكت انسر، هذا هو عباره عن الكوريكت انسر. الان هتكلم عن التمبريتشرز سكيل، عن موازين الحراريه، عن الموازين الحراريه. طبعا احنا عارفين انه الحراره هي شكل من اشكال الطاقه، heat is a form of energy، هو شكل من اشكال الطاقه، وانه التمبريتشر لها ثلاثه موازين. احنا بشكل عام ثلاثه موازين على أساسها إحنا بنقيس فيها درجة الحرارة. الثلاث موازين هذه عبارة عن السيليزيوس والكيلفن والفهرنهايت. الأول والثاني السيليزيوس والكيلفن، الميزانين هذولا هم بالمتريك سيستم، أما الفهرنهايت بالإنجليش سيستم. إذا في عندي أنا نظامين في القياس، هنا بيمثلوا هذول الاثنين بيمثلوا نظام، وهذا لحاله بيمثل نظام. طبعا الآن العلاقة التحويل ما بين النظام الأول، ما بين نفس النظام، ما بين سيليزيوس والكيلفن بيكون بسيط وسهل جدا زي ما حنشوف إن شاء الله في الحسابات بعد شوي. أما إنه أنا أجي أحول ما بين نظام إلى نظام آخر، أي ما بين نظام المتريك سيستم إلى الإنجليش سيستم، طبعا هحتاج إلى بعض اللي هو الكومبليكسز في التحويل. لاحظ انه احنا لما بنتكلم عن درجات الحرارة اللي هي هذه موازين درجات الحرارة، مثلا لا السيليزيوس اللي هي الدرجة المئوية، هلاحظ انه الفريزنج بوينت 0 والنورمال بويلنج بوينت 100، يعني درجة التجمد 0، درجة الغليان 100. طبعا الان بنتكلم عن الماء بالتأكيد. لما اجي اتكلم عن الكيلفن، الاحظ ان الكيلفن بيبدا مقابل الزيرو في السيليزيوس بيبدا ب 273، وبينتهي درجه الغليان اللي كانت 100 في السيليزيوس مقابلها 373. طبعا هو جايب لك بعض درجات الحرارة، النورمال بادي تمبريتشر سوى 37، هذا من باب اللي هو المعرفة. والابسوليوت زيرو اللي هو درجة الحرارة المطلقة، الصفر المطلق يعني، هنا ناقص 273 ديجري، هنا زيرو، هنا ماينس 460 ديجري. طبعا كمان في عندك ملاحظة مهمة جدا، انه لاحظ انه هنا انه احط ايه، انت شايف الدائرة الصغيرة اللي هان، الدوائر الصغيرة الموجودة هنا، هنا مش موجودة،
هنا موجودة، معنى انه السيليزيوس والفهرنهايت له درجة، يعني بقول ديجري، اما في الفهر في الكيلفن ما بعطيش كلمة او بعطيش اللي هو الدرجة ديجري، ما فيش لها ديجري، لكن انا بكتبها على طول كيلفن او كي. هذه كمان ملاحظة. كمان في عندي ملاحظة مهمة لازم انت تلاحظها، هذا طبعا كل الكلام الموجود عندك هنا في الشرح. الملاحظة الثانية المهمة انه الفرق ما بين الفريزنج بوينت للووتر والبويلنج بوينت له الفرق ما بينهم 100، كذلك في الميزان الثاني الكيلفن الفرق ما بينهم كمان ايضا 100. اذا هنا 100 ديجري، وهنا 100، ما قلتش طبعا ديجري. لكن لما اجي اشوف النظام الفهرنهايت بلاحظ انه الفريزنج بوينت 32 ديجري، البويلنج بوينت 212 ديجري، الفرق ما بينهم 180 ديجري. اذا مين اكبر؟ الترقيم في درجات في السيليزيوس والكيلفن او في الفهرنهايت؟ طبعا بنقول انه الاكبر اللي هو السيليزيوس والكيلفن اكبر تقريبا بمرتين، تقريبا بقول بمرتين بالنسبة للميزان الحراري الفهرنهايت، بالنسبة للميزان الحراري اللي هو الفهرنهايت. اذا بنقول هنا the Fahrenheit scale has a smaller degree than other two temperature scales. هذا مهم جدا، اصغر منه. اذا السكيل تاع الفهرنهايت اصغر من السكيل بتاع كل من الكيلفن والسيليزيوس، كيلفن والسيليزيوس. عشان هيك احنا لما نيجي نحول من سيليزيوس لا كيلفن الامر بسيط جدا، لانه الفرق ما بين درجات الدنيا والعليا بالنسبة للماء بالنسبة للماء هي 100 درجة. أما بالنسبة للفرق في الدرجات ما بين السيليزيوس والكيلفن ومع الفهرنهايت اللي هي 180 درجة، وكأن العلاقة بينهم بتساوي 9/5. يعني انت لو جبت 180/100 بتطلع 9/5، تطلع القسمة منهم. اذا the Celsius and Kelvin degree size almost 2 times larger than the Fahrenheit degree. اذا بتساوي 9/5. الكلام هذا حتلاحظه هنا موجود في الconversion between two scales. الكيلفن درجة الكيلفن طبعا اللي هي كميزان حراري equal degrees centigrade او سيليزيوس plus 273. طبعا لما انت بدك تيجي تحسب السيليزيوس هيكون هو عبارة عن كيلفن minus 273. إذا المسألة الحسابية بينهم سهل جدا في التحويل ما بين الكيلفن والسيليزيوس، أي بين النظام المتري ونفسه. لكن لما أنت تيجي تحسب العلاقة ما بين الفهرنهايت والسيليزيوس، طبعا هو في علاقة ما بين الفهرنهايت وما بين السيليزيوس، لكن ما فيش علاقة بين الفهرنهايت مباشرة وما بين الكيلفن. عشان هيك لو انا بدي احول من فهرنهايت الى كيلفن لابد احول من فهرنهايت الى سيليزيوس، ومن سيليزيوس احولها الى كيلفن. العلاقة بتقول انه الفهرنهايت ديجري equal 9/5 ديجري plus 32 or الديجري equal 5/9 f minus 32. إذن العلاقة مور كومبليكسز عن العلاقة هان. هذا العلاقة سهلة، هذه العلاقة أكثر تعقيدا في حالة التحويل ما بين النظامين، النظام الإنجليش سيستم والمتريك سيستم.
نأخذ مثال نطبق على هذا القوانين. نقول البادي تمبريتشر اللي هو المثال بيقول 2.10 الى 2/10 body temperature for a person with a high fever، يعني هذا عنده سخونة، هذا الشخص عنده درجة حرارة تاعته عالية، وحسبناها بالفهرنهايت طلعت عندي 104 فهرنهايت ديجري. طبعا الآن انت لو قلت لواحد يعني في أنظمتنا اليوم في المستشفيات انه درجة حرارته 104 فهرنهايت مش حيفهم عليك، لكن اذا لازم انت تحولها للنظام السيليزيوس او نظام الكيلفين حتى يفهم عليك. اذا معنى ذلك انه احنا هو بيقول لي انه انت بدك تحدد لي قديش درجة الحرارة اللي انا معطيك اياها بالفهرنهايت، تحول لي اياها مرة الى سيليزيوس ومرة الى الكيلفين. بنقول هذا الكلام طبعا بسيط، ليه؟ لانه انا بسهولة جدا ممكن احول من فهرنهايت الى سيليزيوس عن طريق القوانين المعروفة عندي. طبعا هو بده سيليزيوس، اذا انا لازم اجيب القانون تاع السيليزيوس. اذا سيليزيوس بساوي 5/9 فهرنهايت ناقص 32، اجي اطبق في المعادلة الموجودة عندي وحلاحظ بتطلع 40 ديجري، يعني درجة الحرارة بتاعت هذا البيرسون مرتفعة فعلا، وصلت الى درجة 40 وهي درجة حرجة جدا بالنسبة لهذا الشخص. طيب هو قال لي حولها للكيلفين، هقول مدام انا حولتها لسيليزيوس اذا سهل جدا احولها الى الكيلفين، واجيب القانون انه كي بيساوي ديجريز براس 273، اذا كيلفين ايكوال 40+273=313. ما هي العلاقة بين التمبريتشر ريدينجز اند سيجنيفيكانت فيجرز؟ يعني لما انا بدي اجي اقرأ اللي هو لما بدي اجي اقرأ درجات الحرارة وعلاقتها بالسيجنيفيكانت فيجرز، طبعا هنا حيكون في نوع من الاستثناء. يعني لما اقول مثلا في القراءات العادية لو انا قلت لك الرقم 10 والرقم 20 والرقم 30 قديش السيجنيفيكانت فيجرز، هنا حتقول لي هنا موجود واحد سيجنيفيكانت فيجرز، هنا واحد سيجنيفيكانت فيجرز، هنا واحد سيجنيفيكانت فيجرز. طب هذا الكلام صحيح، لكن هذا الكلام بيكون مغاير له في حالة انه انا مقرأ التمبريتشر ريدينجز. يعني لو حطيت ديجري هنا وديجري هنا وديجري هنا معناه حقول انه بالنظام السيليزيوس اور فهرنهايت ديجري، معناه حقول في هذه الحالة انه عدد السيجنيفيكانت فيجرز هنا 2 هنا 2 هنا 2 هنا 3 هنا 3. اذا في حالة temperature readings بيختلف عن الارقام العادية. اذا لو وجدت انه الديجري موجود عندك هنا او الديجري موجود عندك، معناه انه انت بدك تحسب جميع الارقام حتى لو كانت عبارة عن اصفار، حتى لو كانت عبارة عن اصفار. اذا هنا 3 significant figures وهنا ايضا 3 significant figures. الان بدنا نشوف 2.11 heat energy and specific heat، الطاقة الحرارية والحرارة النوعية. طبعا الطاقة الحرارية هي عبارة عن نوع من الطاقة، الحرارة هي عبارة عن نوع من الطاقة، the form of energy most often required for or released by chemical reactions and physical changes in heat energy. يعني تغيرات في الكيمياء وفي الفيزياء بنحسبها بالهيت انرجي. وهذا طبعا الوحدات بتاعتها هي الكالوري، وبناخد الابريفيشن بتاعها اول ثلاث حروف اللي هي هيها زي ما انت شايف، اول ثلاث حروف هي عبارة عن الابريفيشن. اذا الكالوري is the amount of heat energy is the amount of heat energy needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. اذا الكالوري هو عبارة عن كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء 1 درجة سيليزية.
واحد درجة سيليزية. وهذا طبعا هتلاحظ انه بيختلف عن السبيسيفيك هيت في التعريف بحاجات بسيطة جدا. السبيسيفيك هيت في التعريف بتقول is the quantity of heat energy in calories needed to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree celsius. اذا الاختلاف بين التعريفين في كلمة واحدة. الكلمة هذه انه هنا قلت انا gram of water الواتر، هنا قلت انا substance. اذا اختلفت ما بين الواتر وما بين ايش السبستانس، ما بين واتر وما بين السبستانس. اذا في تعريفنا للكالوري احنا بنتعامل مع الووتر، وبتعريفنا للسبيسيفيك هيت بنتعامل مع المادة، لانه السبيسيفيك هيت انا بتكلم عن حرارة نوعية، يعني حرارة لها علاقة بنوع المادة، حرارة لها علاقة بنوع المادة، عشان هيك انا قلت السبستانس. اذا انا قارنت لك بالاثنين عشان ما يعني ما يشكلش عليك الامر في التعريف. الون كيلو كالوري ايكوال 1000 كالوريز. الطاقة الحرارية اما تقاس بالكالوري او مضاعفاتها الكيلو كالوري، او تقاس بالجول. طبعا وحدة الكالوري اكبر من الجول، عشان هيك احنا بنقول كل واحد كالوري بيس ايكوال 4.184 جولز، يعني كل واحد كالوري بيساوي 4 وتقريبا 1800 او 184 من الف جولز. اذا بين الاثنين هذول ما بين الكالوري ما بين الجولز في حاجه اسمها الكونفيرشن فاكتور بتاعهم. اذا انا بقول انما 1 كالوري اوفر هذا الرقم بالجولز، او هذا الرقم بالجولز اوفر 1 كالوري. اذا الاثنين هذول عباره عن اللي هو صورتين من الكونفيرشن فاكتور، صورتين عباره عن صورتين من الكونفيرشن فاكتور. طبعا في هنا كلام مهم جدا بقول انه the higher of a specific heat of a substance the less it is temperature will change as it is absorbed a given amount of heat. يعني احنا عارفين انه السبيسيفيك هيت للمواد بتختلف عن بعض، فالمادة اللي عندها حرارة نوعية عالية بتكون التغير في درجات الحرارة بالنسبة إلها بسيط، التغير في درجات الحرارة بالنسبة إلها بسيط. وعشان هيك الماء يستخدم كمبرد، الماء يستخدم كمبرد. إذن water has a relatively high specific heat لأنه specific heat تاعته عالية، والتغير في درجة الحرارة عشان يتغير الماء في درجة حرارته من درجة إلى درجة بيحتاج كمية حرارة عالية. فليش ده هنو بيحمتص كمية حرارة عالية ودوب بيصير في تغير بسيط في درجات الحرارة بالنسبة إله. وبالتالي بنقول إنه الووتر has a relatively high specific heat، الـ specific heat تاعته عالية، عشان هيك هو يستخدم ك very effective coolant، يستخدم كمبرد جيد، يستخدم كمبرد جيد. وهذا طبعا بتلاحظوا انه موجود في المناطق الجغرافية اللي فيها البحيرات، اللي بتلاقي هناك في عمليات التبريد واضحة بالنسبة الى تلك المناطق، بتكون عمليات معتدلة والتبريد فيها جيد، غير عن المناطق الصحراوية اما درجات الحرارة تاعتها بتكون عالية جدا او درجات الحرارة تاعتها بتكون لو، اما بتكون لو او بتكون هاي تمبريتشر في المناطق الصحراوية لانه ما فيش فيها الماء. الان الهيت ابزوربد اللي هي درجة الحرارة الممتصة سواء للماء او لاي مادة، بدي احسب قديش الطاقة الحرارية اللي امتصتها هذه المادة، بتعتمد على ثلاثة اشياء مهمة جدا، بتعتمد على السبيسيفيك هيت للمادة، على حرارة نوعية للمادة، وتعتمد على الكتلة بتاعت المادة، وتعتمد على التمبريتشر تشينج للمادة. اذا بتعتمد على ثلاث اشياء. اذا الطاقة الحرارية الممتصة
بتعتمد على السبيسيفيك هيت للماده، الحراره النوعيه للماده، وتعتمد على كتله هذه الماده او كتله هذا الجسم، وتعتمد على التغير في درجه الحراره بالنسبه له. عشان هيك السبيسيفيك هيت التمييز تاعها هو عباره عن كالوري بير جرام ديجري سنتيجريد، كالوري بير جرام لكل بير جرام درجه مئويه، درجه مئويه اللي هو عبارة عن specific heat. وهذا ما ممكن تجيبها من هنا، تقول انه specific heat equal heat absorbed over mass times temperature. اذا specific heat equal heat absorbed، heat absorbed تقاس بالكالوري، over mass تقاس بالجرام، المضروبة في temperature تقاس بالدجري سنتيجريد. ناخذ مثال على هذا الامر، بنقول if hot water bottle contains 120 جرام at 65 ديجري سنتيجريد، how much heat in calorie؟ اذا هو بدك تحسب له الهيت in calorie، will it will supplied to the person ashing back by the time it has cooled to 37 ديجري سنتيجريد assuming all of the heat energy goes into the person back. إذن السؤال بيقول عندي هنا الآن في بيرسون استخدم ماء ساخن، كتلة هذا الماء في الكونتينر كان موجود في بوتل، الكتلة تاعته 1200 جرام، درجة حرارته كانت 65 درجة مئوية، بعد طبعا ما استخدمها هذا الشخص نزلت درجة الحرارة بتاعتها إلى 37 درجة مئوية. طبعا بقولك تخيل انه الشخص هذا نفسه استخدم الطاقة الحرارية ولم يفقد منها اي شيء، استخدم الطاقة الحرارية ولم يفقد، يعني ما فيش فاقد في الطاقة الحرارية، يعني هذه ملاحظة بس. اذا هو ايش بده؟ بده الهيت ان كالوريز. اذا الهيت ريليزد الطاقة الحرارية اللي تصاعدت بيساوي specific heat times mass times temperature change. هنيجي نطبق على بالقانون، القانون بيقول انه specific heat، specific heat طبعا للمي معروف، للمي specific heat معروف، وهذا بتكون انت عارفها لانه الوحيد اللي انت بتكون عارفها له specific heat للمي، هذا بتكون انت حافظها وعارفها بدون انه ما تعطى لك في المسألة. specific heat للمي هي عبارة عن 1.00 calorie per gram degree centigrade. إذن هاي 1.00 كالوري جرام تايمز ديجري سنتيجريد، الماس 1200 جرام تايمز 28 ديجري سنتيجريد، اللي هو الفرق ما بين درجات الحرارة اللي هو 65 و 37، تطلع 28. الآن لما نيجي احنا نكلم نقول انه الكالكوليتر انسر، الكالكوليتر انسر طبعا هتطلع عندي بالاجابه بالكالكوليتر 33600 كالوري. طبعا لاحظ هنا انه في هنا كما، في هنا كما مش ديسيمال بوينت. اذا الان انا طبعا لازم احول هذا الرقم واخليه متناسب مع اللي هو طبعا انا بدي احسبه بالكالوري، وفي نفس الوقت بده يكون صحيح حسب السيجنيفيكانت فيجرز. هنا قديش عدد السيجنيفيكانت فيجرز عندي؟ حيكون عندي السيجنيفيكانت فيجرز اللي هو الكوانتيتي هنا اخذتها 1200، عدد السيجنيفيكانت فيجرز اللي هو 2. اذا 2 لازم يطلع في الاجابه عندي 2. اذا عشان اطلع 2 33، اذا هاخد اول رقمين 33 واشوف اللي بعده، اللي بعده هل يقرب؟ نعم يقرب الى 1، سيصير 34 والباقي يتحول الى 000 كالوري، وهذا هو الكوريكت انسر. وبهذا القدر نكتفي، والى اللقاء في محاضرة اخرى ان شاء الله تعالى، والى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.